اسم حضرتك؟ زينة التوفيق. اه عن اسم مصر الثورة عن دليل البعض. مستقل ولا حاجة؟ لا قيمة. طيب حضرتك النهاردة جاية تعملي إجراءات الكشف الطبي، تكلمينا عن الإجراءات ماشية هنا إزاي؟ هو الإجراء اللي هو القديم اللي هو الدفع على طرف المدير بيدفع دلوقتي 1500 جنيه، الجديد بيدفع 2850. مش عايزين التدريب الانتخابي، احنا بنعمل ما يصلح البلد، احنا عايزين نصلح، مش عايزين اي فساد في اي البلد، البلد كلها عايزين نعمل هل حضرتك بالنسبة كمرشحة منتخبة هل كان في اعتراض من قبل؟ لا، مفيش أي اعتراض على النقاب خالص في أي حاجة، بل بالعكس احنا عايزين يا جماعة بنثبت إن مش كل ما منتخبة وكل ما هنتدخل تبقى حزب العدالة أو تبع الإخوان أو تبع الدين، احنا ناس بدون خالص. طب بالنسبة يا فندم للنقاب، كان لما رحت قدمت لهيئة المحكمة أو لجنة الانتخابات كان في إيه شكل التعامل بالنسبة لك؟ عشان زي أي مرشح عادي، زي أي مرشح، مفيش أي مشكلة خالص. هل في شيء محدد ناوية تعمليه يا فندم خلال خوضك العقد؟ إن شاء الله. ممكن توضح لنا أي تكتل مع السيسي بالتغيير؟ التغيير ده عبارة عن إيه بالظبط؟ التغيير في كل ما هو فاسد، يعني ما فيش حاجة محددة معينة ممكن تقدري تعمليها؟ لا مش ماشيين أي حاجة. شكرا.